يا هلا يا هلا ويا مساء الحب والجمال عليكم مشاهدينا. اكيد حنبلش بحلقه جديده من برنامج الملايين اربح مع زاكروس بفقراتنا الحلوه. واليوم احنا متواجدين داخل السينما العراقيه حتى نلتقي مع عوائلنا. قبل ما ننتقل لاول فاصل ولاول عائله، اذكركم بجائزتنا الكبرى هي 10 مليون دينار مقدمه من قناه زاكروس، خليكم ويانا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل اكيد بعدنا مستمرين ببرنامجنا مع شبابنا وعوائلنا، وتعالوا سوا خلينا نتعرف على الشباب. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ اهلا وسهلا، شلونك؟ اخبارك؟ مرتضى محمد. مرتضى محمد، حلو. نعم. احسك خجلان على مستحي على هاي الضحكه، شنو؟ تقريبا. بس تعال هنا يا مرتضى، مو قلت لي؟ نعم. مرتضى ايش قد عمرك؟ 28. 28، عمر كله يا رب. طالب، خريج، شنو؟ يعني متخرج من السادس وتارك مقاولات شغله. مقاولات عامه. يعني حاليا انت تشتغل بالمقاولات؟ ايه. شلون شغلك؟ نعم الحمد لله. متعب؟ اكيد، شمس وحار. صدق؟ طبعا. بس تحبه؟ اكيد احبه. زين شنو كان طموحك؟ تخرج من السادس يعني ممكن؟ هندسه. ليش ما كملت هندسه؟ يعني حسب الظروف، تعرفين انت، انجبرت اشتغل، بس من اشتغلت صرت بالمقاولات، الحمد لله. يعني المقاولات هم نقول قريبه للهندسه. ايه، رجعت انا هاي السنه للدراسه. يلا ان شاء الله يا رب. حلو، يعني هسه مرحلة أولى، خلينا نقول هالسنة. نقول، إي نقول. يلا إن شاء الله يا رب. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. اسم؟ اسم علي. علي، كأننا يمي علي. ليش مزعل الكاميرات علي؟ جيت. علي ايش قد عمرك؟ عمري 20 سنة. العمر كله يا رب. شنو أصدقاء؟ خاوة. أصدقاء بس خاوة. حلو، بس بيناتكم 8 سنوات فرق. عادي. إي يعني مو سنة لو سنة. مو العقلية مالتنا تتشابه. حلو، طيب أنت خريج طالب؟ أنا طالب كلية مرحلة أولى أشعة وسونار. شنو يا قصد؟ أشعة وسونار. أشعة وسونار، ليش اختاريت أشعة وسونار؟ والله يعني على المعدل لو؟ على المعدل الصراحة، لأن ما كانت عندنا مدة احنا نختار، لأن بس 7 أيام وقبل طبنا كله. شلون دراستها صعبة؟ والله زينة. يعني إن شاء الله مستقبل نشوفك خوش دكتور. إن شاء الله. مو لا لا. إن شاء الله. ما تقصر ويا المرضى. لا ما قصر. وتموتهم. لا يا معلم. أنا شغلة أشعة بس. حلو. طيب. مرتضى سولف لي، هو قال انه انتم اصدقاء. نعم. رغم انه بيناتكم 8 سنوات فرق. أي. يعني لا اصدقاء مدرسه نقول. نعم. نفس الصف، شلون صداقتكم صارت؟ صارت عن طريق خالي. خالي؟ اي، مو هي اكو شغله انا يمكن ما اقدر احكي على قناتكم. انا اصدقائي كلهم متوفين. الله يرحمه. بسبب الطرق اللي ما بيها سياج امني. بس على الكامل. اي. بسبب الطرق اللي ما بيها سياج امني. طلعوا بهذا رمضان اللي فات. انه يتسحرون برا ويرجعون، بس راحوا. تريلا طلعت عليهم بسبب السياج الامني، يعني هاي مشكله. اي الله يرحمه. كل اصدقائي، فكان خالي الوحيد اللي طلعني من هذا الوضع اللي يكون مزري، يعني واحد يعني فجاه اصدقاء. يعني اكتئاب اكيد خليته. طبعا يعني اليوم انت عندك اصدقاء واصدقاء من الطفوله، فجاه كلهم يختفون، هذا شيء كلش صعب. لا واحد، لا اثنين، نعم. اي خمسه. خمسه الله يرحمه. ومن بعدها يعني خالك؟ خالي عرفني على اصدقائي، صاروا اصدقائي الحمد لله وشكر. حلو. زين انت سولف لي بداية تعرفك على مرتضى، بما انه انت هو كان يمر بحالة اكتئاب او صدمة، شلون بالبداية قدرت تتعامل وياه وخليته يتخطى؟ يا باع هذا الموضوع احنا ما نتعامل به، يعني نوضح له، يعني هي عايشة بالوضع، نطلع نغير له جو دائما. يلا حلو، بما انه على سالفة نغير جو، فانتوا اليوم جايين ناسين مش عندكم فرجة وفيلم؟ مو؟ أنا التقيت فيكم قبل الفيلم مو؟ إيه. يلا حلو، خليني أسألكم. ربع ساعة. ما يخاف ما يخالف، لقائي هم من الفيلم. حلو. يلا خليني أسألكم سؤال، تعالي هنا يمي مرتضى، إن شاء الله إذا جابون حتى اسمكم يشغلوا فرعة، قبل كل شيء رياضي لو لا؟ يعني رياضي. ريالي برشلوني. ريالي. قافل يعني؟ ريالي قافل. من الزعل. قافل. الزعل. أنا برشلوني. لازم تصيرين ويا ريال، ما اقدر. برشلوني. لا ما اقدر، تعذريني. طيب خليني اسالك سؤال، ان شاء الله تجاوب. ايش نختار لك سؤال؟ مو تغشش يا مرتضى، تباوي تغشش. عرفنا صديقك. من هو اللاعب العراقي الذي سجل اول هدف في ملعب الشعب الدولي؟ ما احنا قلنا ريالي. اوكي اساعدك، اعطيك اختيارات. اوكي قطينا اختيارات. اوكي عمو بابا، لو جميل عباس،
لو قاسم محمود. عمو بابا، لو جميل عباس، لو قاسم محمود. اتوقع جميل. محمود؟ عمو بابا. محمود شنو قبل ايش شو اسمه؟ عباس محمود؟ قاسم. قاسم محمود. الملقب بشنو؟ انا زين اعطيتك الاجابه، بس انا اريد الملقب بشنو؟ زوية؟ اي صح. غششوك. عفوا عاشت ايدك. شوف شلون هاي معلومة جديدة. حلو. مو؟ ما مر علي. كان انا يمي. ما مر علي. ماكو علي مزعلني ومزعل الكاميرا ومزعل زاك رويس كله. طيب هذا كارت ان شاء الله اسمك دخل قرعة. هسه خلينا نسأل مرتضى. نعم. يلا خلينا نشوف مرتضى. مرتضى شلونك بالرياضة؟ اه مو يم الرياضة ابد؟ ابد ابد؟ تمام اسألك اسئلة عامة. السؤال يقول، سؤالك مرتضى يقول، ما هي نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ مو أنت اللي قفتها، مو تغششها. أعطيك اختيارات؟ أوكي. أساعدك فيه؟ أوكي. يعني تقريباً أعرفها بس. إيش قلت؟ إذا ما عرفت أعطيك الاختيارات. أعطيني الاختيارات. 70، 71، 72% يعني. أي. 71%. صح، شعرت. يعني أنا أتذكر واحد بس لو 80 لو 70. بس آخر إحصائية. بس أكيد. كان يمكن كان 80. فأنا بس أكيد يعني أنت تعرف لو من أنا جدك إمدادات شوية. إشارات أشياء. لا لا. أي علي مساعدك؟ لا. أكيد؟ لا لا ما. طيب إحنا قبل ما نختم اللقاء. هذا الكارت مالتك مرتضى اسمك دخل القرعة على 10 مليون، سولفوا لي ما عندكم موهبة؟ غني تلقي شعر؟ لو ابد وين؟ والله احنا مو وين شوية بيت شعري ما يمكن مرتضى يعرف يلقي شعر مرتضى؟ لا ليش؟ شوية غناء مقطع شعر؟ لا ناس تستاهل نهدي لهم من خلال قناتنا؟ ناس تستاهل طبعا ماكو حد يستاهل تلقي له شعر بيت ولو؟ لا وحدة؟ ماكو وحدة تستاهل؟ لا بعيد عن هذا الموضوع. بعيد؟ اي 28 سنة مرتضى ما حد يقتنع. لا بعيد. بعد صغير اي. لا عمر 30 اصير 30. وانت؟ كأنك انت عندك هاي السوالف لا ما ودي. انا لا يغركم انه احنا صغار وشي جماعة الفينات. لا والله. طيب عاشت ايدكم اسمكم دخل للقرعة. علي اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي فيها؟ 10 مليون؟ والله وباع قدامي شغلتي يعني. ايه. يا ما اكمل الاقساط مال كليتي. حلو. او افتح لي مشروع على قد المبلغ. شنو المشروع اللي ببالك؟ يعني تجاره فضه ملابس شيء. ملابس نسائيه رجاليه. اختصاص رجال انا. لا غير نسائيه. كان جيت اشتريت من عندك يلا. وانت انت اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيه؟ صراحه ما ادري. يعني شنو اللي ببالك؟ تعال هنا امي على يعني... الكاميرا. بس اوقف عدل مثلي شلون اني واقفه؟ اي سوي هلو هلو. اي انا ربحت ال 10 شو اسوي؟ ال 10 مليون يعني ابدل السياره. شنو سيارتك؟ سيارتي مالي ب 2024 بس ابدلها يعني اخذ اقوى. شنو اللي ببالك تاخذ؟ دوت شارجر. يلا ان شاء الله. باشتري ان شاء الله نكون احنا سبب هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا لك. اشكرك. يا رب ان شاء الله يحفظ لك اصدقائك. يا رب فضلك علي وخالي والله يرحمهم باقين. شكرا لك. الحمد لله. شكرا لك علي نورتني. كل التوفيق ان شاء الله. دواك على مرتضى ان شاء الله. لا اخوي هذا. شكرا لك. طبعا اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين برنامجنا وفقراتنا الحلوه مع عوائلنا، لكن نروح الفاصل قصير وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، واكيد بعدنا مستمرين مع عوائلنا، واليوم احنا متواجدين داخل السينما العراقية حتى ندردش مع عوائلنا. مرحبا. اهلا. شلونك؟ اهلا حبيبي. هلا ويت. اسم بالخير. ليليان. 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 حلو اسم ليليان، شنو معناه؟ الوردة البيضاء. انت صدق بين الوردة البيضاء. الله يسلمك. تسلمي حبيبي. شقد مواليد؟ شقد عمرك؟ انا 93. 93 بعد الشباب يعني. التسعينات ما يكبرون مثل الالفينات. لا بالعكس.
اي صح الالفينات اي كبروا بسرعه احنا بعدنا صار التسعينات اي صح لو ظلمينا معاملين. طيب اليوم جايه للسينما شنو انت والاطفال؟ الاطفال شوت شيء؟ اي عبودي ونونه حوريه وابن حمايه هي اسمها حوريه؟ اي حلو عبودي عبد الله؟ عبد المهيمن عبد المهيمن الله ها بينين الرويسيه من هسه عبودي ما تقعد راحه اوكي وش اسمه عندك؟ ابن حمايه اوس ايه هو يعني بس هو جاي وياك وياهم؟ لا قاعدين هناك حلو ايه يعني ببيتهم ورجلي وحمايه جايين تتابعون فيلم ايه طيب هم كعمرهم شنو افلام اطفال مجبورين يدخلون لهم افلام؟ لا لا احنا ندخل عربي عادي يعني مصري يعني طيب حلو خلي اسولف شوي وش اسمه قلت لي؟ اوس 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 انت يا صف صف سادس ابتدائي سادس ابتدائي شطوري لو كسولي شطوري اكيد اكيد شط يا كذاب تسعة ليش 79 والله مو 79 82 والله 69 قديم 69 ما طلعت 79 96 96 اي ليش مو 100 طماعين احنا نريد الا 100 اوكي بعد كل الميات ان شاء الله شلون السادس صعب سهل؟ ما ادري شنو طموحك؟ ما تريد تكبر شنو تصير؟ اسرح للسادس طيب اصير كريستيانو رونالدو طموحك تصير والله خوش طموح اخذ كاس العالم يلا ان شاء الله هاي هوايه بس كيف شنو تريد من تصير دكتور مهندس طيار شنو تريد تصير من تكبر؟ اصير طيار طيار؟ ايه تاخذهم كلهم بالطياره تفرهم فوق؟ ايه سفره سفره؟ ايه مو تنساني؟ لا أوكي. نرجع لشليليان اي نعم طيب سولفي لي علاقتهم شلون لا بينه تخبل علاقتهم لا علاقتهم هم ك يعني مو كهوان هو ويا اسو يعني هو كلش علاقته قويه بي يتعرفون هو لا لا حلو متفاهمين وهم يتفقون على انه هو يحبه جا قاعد يهمه هم يتفقون على هاي المسكينه يا عيني شلونك؟ شنو اسمك؟ حوراء حوراء شنو عرفت من انت هاي الحلوه؟ شو مسوين بيش دولي كتلوش ضوجوش؟ ايه وانتي ماكو بنية وياك؟ بس بتعنتي بعد انا العب وياك متفقين؟ يا صف انتي حوراء ثاني ثاني؟ شاطرة؟ شو تحبين اكثر يا مادي؟ الرياضيات بقى انا احب البنات اكثر من الولد والله فبقى اليوم حعوفهم ما احكيهم وكحين مبيني حوراء متكبرين شو تريدين تصيرين؟ دكتورة دكتورة شنو؟ هم دكتورة؟ يلا إن شاء الله يا رب نرجع للتلفزيون ويلي هذا الوكح عبودي؟ لا شين وكاحة؟ أنا وكح أنت وكح؟ أنا مفتخر فرحان ايه. عبودي أنت يا صاف ثالث طبت لبابع يعني أنت أكبر من عدي هم تمشي وتقول أنا أخوك كبير وأنا أخوك كبير؟ ايه. الله يسعدك إيه؟ زي خو ما تقتلها إيه أقتلها لا أنت المفروض أنت تحافظ عليها هي تبدي هي تبدي؟ منو الأوكح بيهم؟ عبودي اوكح يعني هو يخطي صدق يعنفها خطأ يضربها وانت تدافع لها لو لا اي لو ابوها اكثر ابوها يدافع لها اكثر لان الاب للابنه يمين اوس يلا قبل ان نسال اسئله اوكي ايه؟ اريدك تغني لي اغني يلا شو تغني لي لا لا يلا دفت شنو اغني شنو ما دينا بالاول قولي ايش حتغني اي اغنية ولكن ما اعرف يلا غني لي الاغنية هاي شني حخليك تغني الثيم يا لا انا ما اغني انا اصلا صوتي جاي يلا ايام من عمري ما بتعدي شني خلي اسمع انا صوتك ما اسمع ايام من عمرك ما بتعديش ما ظل بكر سنين وسنين ما شفت وفرا انا ما بيمشي مهما تمر الايام بس هي هاي المديد هي الاغنيه هاي نفسي نفسك ايه هو المفروض الاصدقاء هاي الاغنيه هو وانتي عبودي نعم وش بيلعب؟ اي عبودي ما عندش موهبه تغني لا والله ابدا لا لا ابدا صدق زين ابو عبودي موجود اليوم وياكم هنا في السينما؟ اي شلون تعرف؟ شلون على حب تقليدي؟ يعني هو صارت صدفه صدفه؟ اي يعني التقينا لا لا يعني التقينا صدفه
أنا وأخته وبعدين شاوفنا يعني عن طريق الأخت. إيه شو يقولوا حماتي شيخ حماتي شلون الحماتي شوية لا زين صديقات إيه في البداية الحمد لله وبعدين صار بيناتكم حب وهيك إيه الله يحفظك الله يسلمك صار كم سنة صارنا 11 تقريبا لو رجعنا عاد هيك الوقت ترجعين يعني قبل 11 سنة ترجعين تختارين نفسك وأبوي لي؟ أي إن شاء الله هسه خلنا نسألك سؤال إذا جاوبت حتى اسمك تدخل للقرعة تمام؟ سؤالي شي يقول خلي أسأل شو نعطيكم شوية أسئلة سهلة بالرياضة مو زينة أكيد لا ريالية ولا برشلوني؟ برشلوني يلا زين أهم شي مثلي الحمد لله برشلوني هاي أهم شي طيب السؤال يقول ما هو الحيوان الذي لا يصدر صوت على الإطلاق؟ حيوان لا يصدر صوت على الاطلاق ما عنده صوت ابد هادي احكي كل اعطيك اختيارات اي بقى هي بالاوليه حيوان كلش حلو هادي زرافه اي شوفي شلونك سامع بهاي المعلومة ولا لا؟ لا ما سامع أول مرة هاي حتستفادوا المعلومات من عندي تمام عاشت إيدك وهذا الكارت حتسوفون يدخل قرعة على 10 مليون خلي أرجع لكم عبودي وأوز أنطيكم جملة وانطونيها 5 مرات على السريع اللي جاوب بيكم صح اسمه يدخل للقرعة متفقين؟ متفقين واحد واحد بس مو سوى بالأول أنتوا لأن إذا سوى أول شيء هو خلي نشوف الجملة شنو تطلع على العبودي يا الله شمس تمشي وشمس مشمسة قوليها خمس شمس مرات تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة زين يلا نسأل دوس شمس تمشي وشمس شمس مش شمسة شو 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 سوي شمس ما حبت هذه الشمس شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مش والله وست سالفة سالفة قضيتها بش 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 ما ادري وانتي حوراء يلا هسه دورك هسه مرحلة اثنيناتهم خسروا خلينا نشوف وش انت ما قلت هيك كلها لا يلا حوراء انا اميل للبنات ما يخالف شمس تمشي وشمس مشمسة شمس تمشي وشمس مشمسة يلا يلا شمس مشمسة شمس تمشي وشمس شمس مشمسة شمس تمشي شمس مشمسة الأخير كلمة خوين ماكو من القاموس اللغة شمس تمشي شمس مشمسة يلا عافية عاشت إيدكم ما يخاف إحنا مثل ما نطينا كارت للنساء نطي كارت للشباب مو لا لا والله هذا واحد إلك وواحد إلهم مو عبودي عاشت إيدكم نورتيني قلبي حبيبتي شرفنا طيب إذا ربحتي 10 مليون شو سوين بيها؟ 10 مليون؟ إيه أسفر بيها أي كانت بالبداية أجملها أجملها وأخذ سيارة جديدة يلا إن شاء الله إن شاء الله شو سيارتك هسه؟ سيارة يارس وشنو تريدين تاخذين؟ يعني كورلا إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب وأنتوا إذا أخذتوا 10 مليون شو تسوون بيها؟ نحن؟ نصرفها وين تصرفها؟ على بالمحل على أكل مو بالمحل مو؟ عندنا منميات لا دبي شو تسوي بيها عبودي 10 مليون؟ نشتري بيها فيلم لا اشتري اشتريها اشتري والكارت راح 10 مليون راح اشتري اشتري ما بتشتري ها مو بتشتري ما تنطق بابا والماما من عندها اطي يلا الحمد لله وشكرا شكرا لكم حبيبي نورتيني مشاهدينا اكيد بعدنا مستمر في فقراتنا مع عوائلنا من داخل سينما العراقيه لكن نروح الفاصل قصير وراجعين كي
أكيد بعدنا مستمرين مشاهدينا ببرنامجنا فقراتنا الحلوة. اليوم أنا قلت لكم إن إحنا متواجدين داخل السينما العراقية، فتعالوا سوا خلينا نتعرف على شباب موظفين داخل السينما العراقية. يا هلا يا هلا. أهلا وسهلا. شلونك؟ زين الحمد لله. سهل. يوسف قبل يوسف تعال نايم يوسف. ما متلبك. يوسف شكد مواليدك؟ 2004. 2004 إيش قد عمرك؟ 14. شو بسرعة تكبرون للفينال؟ شو بسرعة صرت 20؟ الله. أنا بلا شي تقول إيش قد مواليد؟ 98. ها؟ 98. والله صح. مبين علي؟ لو مبين الفينات؟ لا مبين الفينات. اي هاي هاي مشي هاي. شكرا لك. عفوا. طيب سجاد انت موظف هنا داخل السينما. العفو يوسف. يوسف موظف داخل السينما. داخل صار لك ايش قد؟ صار لي سنة واربعة شهور عدل. صار لك هواي. ايه. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. اسمك؟ سجاد. سجاد ايش قد مواليدك؟ 2005. 2005. اي صغير. بتكبرون اصلا. بس انت ايش قد عمرك يعني؟ يعني 19. 19. طيب خريج طالب لولا معهد فنون جميله. شنو يا قسم؟ قسم تمثيل. شو رايك بالتمثيل؟ كلش حلو. كلش حلو. يعني اليوم تمشي تسوي لنا مشهد تمثيلي؟ يلا. ها سهلة. يلا هي حلو. زمان سحبت. ليش؟ تركت. تركت من شنو؟ هو من محل ما اي بس بعد التمثيل موهبه هاي مو لولا. صح. بس لا عوفي احسن. بعدين بالوقت ما بعدك مرتبك زي بدايه اللقاء. طيب سجل صالك ايش قد بالسينما هنا؟ سنه وثلاث اشهر. سنة وثلاث اشهر. طيب قبل لا ننتقل للأسئلة تعال هنا يا أم يوسف خلي أسألكم على السينما بصورة عامة بما أنه صار لك وقت أي. طويل هنا فشنو أكثر الأشياء معاناة تعيشوها يومية داخل السينما؟ معاناتنا هي صراحة كل شخص عنده معاناة خاصة مثلا يعني أنا أحكي بالعمل داخل السينما يعني. بالعمل داخل السينما صراحة هو كلش حلو احنا أصلا هنا عائلة يعني إذا واحد يحتاج أشياء وهاي موجودين الثاني وكلها زينة يعني بصراحة لا زين مع الأطفال عوائل لا بالعكس كل ما نشوف أطفال كل ما إحنا نفرح دائما من نشوف عوائلنا جاي تبتسم تضحك وهاي إحنا نفرح من داخل يعني ونسى ما تحسون بالوقت لا ما نحس بالعكس يعني باعتبار الدوام طويل بس يمشي يخلص صح بسرعة هو بأنما هنا بالشغل إحنا كنا عائل لأنه وقت كلش طويل فشوف هنا زملائك بالشغل أكثر ما تشوف عائلتك بالبيت حلو شجع الكل يشتغلون بالسينما وانت يوسف نفس الرأي لو نفس الرأي. ممكن نفس تغير الرأي. بشي لا نفس الرأي أكيد يمي. أكيد احنا كنا نفس الرأي و يعني شلون مو مثل ما قال انه عائلة هنا يعني نشوف اكثر من الاهل اكيد اكيد بيناتنا يعني خلينا نسولف على الافلام انتم كموظفين نعم. اي فيلم جديد ممكن ينزل بالسينما تشوفوه تتحمسون انه تشوفوا لو دوامكم يجبركم انه ما تقدرون ما نقدر لان احنا مراقبين صالة فلازم شلون نقول لك يعني نشوف الناس اي ما نقدر نعوف عندنا صالات وتجهيز وشغل المواد فمو مال نقعد نباع فيلم ونعوف الناس اللي يحتاج شيء مساعده تقدر تدخلون سينما يعني لا ندخل عادي اكيد بالايام العاديه مو بايام البيها لود اي نقدر خصصين وقت نقدر نشوف بيناتكم كاصدقاء سوى مره واحده لو صعبه تعرفون السينما فارغ لا ما تراميش اي ف يعني نقدر اثنين ثلاثه بس مو كلياتنا تفرغ السينما زين لكم خصم لولاتو يعني اكيد الاثنين لا لا انتوا لكم خصم كموظفين السينما ولا لا لا احنا اصلا نشوف بدون خصم اي شو اي حلو هاي شو حببوني بشغل السينما اهلا وسهلا تدخلون هيك شيء مجاني اي مجاني يعني يعني احنا بالحالتين راح نشوف الفيلم هم نراقب وهم نشوف زين انا عندي سؤال اي يعني قصدك مراقبين الصاله اصلا من داخل الصاله أي صح داخلين الصالة. يعني انتم اي فيلم ينعرض توقفين تشوفوه بلي بس احنا مرات يعني ما نضل نتابع الفيلم لانه ما نريد نحرقه علينا باللقطات او شيء فنضل دائما نباوع على العالم هاي فنراقب لازم أي. تكونوا مراقبين يعني تلتهم بعبالكم اكثر من أي. الفيلم أي. بالنسبه لنا بعد زي من تتفرج فيلم بتو بالصاله هم ترجع تطلع تحرق لاصدقائك شو صار وشو صار لا مرات اي ومرات لا طلع حلو طلع أي. حلو أي. طيب شنو اكثر الافلام اللي تفضلوها او العوائل اللي تحسوا اكثر لود عليها مطلوبه حاليا ايه تعال نايمي اكس مراتي عندنا فيلم يعني قصدي افلام اكشن ها. رعب اكشن شنو انيميشن مال اطفال كل سبت العرض هو مال العائله ايه وكفيلم مصري مال العوائل وهيك يعني أكو. مربوط اكثر شنو مصري الكوميدي المصري اكثر ايه. مربوط اكثر شيء واكو اكو رعب واكو اكشن زين صدق انا قصدي يخطر ببالي السؤال ما نقدر نسولف عن الرعب والاكشن تعال هنا هم ممكن مرات عوائل داخل الصاله يعني اثناء الفيلم كرعب مثلا اي اليوم صيحه يخافون صيحه واليوم
يعني مو بس يصيح، قصدي انه يخافون ممكن يتخربطون يعني هيك هالدرجة. لا ما صار هيك حاله، بس يكونوا يخافون يطلعون يعني يتجنبون الفيلم. اي اكو اعمار كبيره تكون يعني. اي هو احنا بس اعمار كبيره جو العشرة ما ندخل، ما اشوفوك يعني كل فيلم مخصص له العمر مالته. اي حلو يعني يخافون. اكو بنفس العمر ما يخاف يعني. طيب وانت سجا سولف لي اغرب موقف صار بالسينما مع العوائل، يعني هو هاي مثل واحد يخاف يطلع شنو فد موقف مره ما تنسى. اي كنت ابنيه قاعده بالبي واحد بالبي اي بي، فانا دخلت كنت داود دوار دربيدي البنيه قمزت وحده قمزت انا قمزتني وياها شلون تتابع فيلم رعب؟ اي هي كان صافنا بي. فاني نزلت هيك انزل من الدرج فضربت ريسه ما ادري بالغلط بالدرج هي قمزت قبل ذات الصيف. استفدت الشبح بالفيلم. وانت تتذكر موقف صار؟ والله هو هواي مواقف بس هم نفس الحاله بالفي اي بي. شغل الفي اي بي بمصايب ولا عيب؟ مو شلون الاجواء جوا يعني ظلمه بس الشاشه مشتغله. كلش فاني فاتح الباب هم حاطين لي مع الباب واذا يفتحوا انا طبيت. صار وجه بوجه استوى صار الضوء فزوا. فزوا بس ما صار شيء بالاكل. لا ما صار شيء. الحمد لله اهم شيء. بس وقع. بس وقع. حرامات. طيب شكرا لكم. خلي اسالكم هسه سؤال، تعال هنا يمي. تعال هنا يمي. سووا هلا والكاميرا. عافيه. طيب سؤال يقول خلي بالاول نسال سجاد. يا الله. سجاد سؤالك يقول ما هو المرض الذي اذا يصيب الانسان يفقده الذاكره؟ يفقد الذاكره؟ توحد. لا زهايمر. واحد جاوبت مع الصدمه. ايه زهايمر. شو هسه لك والله حلو هسه نسال يوسف. نعم خلي نشوف لك غير عليك. ما يخاف يعني ستريدون اساعدكم اغششكم. يلا حلو حتى طب اتابع فيلم ما يخالف. يلا اوكي. لا ده شاقه. طيب السؤال يقول ما هو الطائر الذي ينتحر اذا اصابه المرض؟ يعني بس يحس نفسه مريض ينتحر هو يقتل نفسه. عقرب؟ لا يعني هو طائر. يا عقرب. طائر. هاني وصف يا عقرب طائر طائر. ما متلبك أبد. طائر. نسر؟ نسر؟ إيه صح. عفي عشان كده كنا نطلع والله عندي شطار. هذا الكارت اسمك دخل للقرعة إن شاء الله تربح 10 مليون. بس لحظة أبقى يمي بعد ما هششني. سألي نايم. شكرا لكم نورتوني والله البيت. اذا ربحت ال 10 مليون شو اسوي بيه؟ شكرا ابقى يمي. صراحه انا 10 مليون انا ببالي مشروع. شنو المشروع؟ البيت. بيت؟ يلا ان شاء الله يعني بس بال 10 لو تكمل. لا احنا عندنا بان ما اكمل عندنا فوق انا 10 ان شاء الله. تتزوج بي؟ لا بعد ما نفكر بسالفه الزواج. حلو انت يوسف اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيه؟ انا ارد اسافر لان عندي اجازه قريبه. لا صارت انا اسافر بها. انا بحكي انا اسافر. قبل قايل لك تشبه اكو يوتيوبر شبه كلش؟ لا. اوكي ثاني ورا الكاميرا اقول لك. اوكي. شكرا لك. ما تبقى شعر تغني شيء هاي ابد؟ اي بس بالكاميرا لا 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 ابد والله. بيت شعر صغير. ورا الكاميرا؟ حلو يلا شكرا لكم نورتوني. طبعا اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين برنامجنا فقراتنا الحلوه مع عوائلنا وشبابنا وبناتنا، لكن نروح الفاصل قصير براجعي. مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعدنا مستمرين، تعالوا سوا خلينا نتعرف على هاي البنوته الحلوه. يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا. شلونك؟ زينه. تعي هنا يمي. شنو اسمك؟ يوسف. يوسف يا صف؟ صف ثالث. ثالث متوسط؟ نعم. شلونك بالدراسه؟ جيده جدا. جيده جدا، حلو. يعني ايش قد درجاتك؟ 90 تسعينات تسعينات. اي يعني علميات همين خلينا. اي. يا اكثر ماده تحبيها؟ فيزياء. فيزياء. اي فيزياء. طيب. بالمستقبل شنو تريدين تصيرين؟ طبيبة أسنان. ها محددة أسنان. إي. ليش اختاريتي هذا المجال؟ يعني شغفي بطب الأسنان وأحب يعني أسوي الهاي. تعي هنا يمي. ليش مرتبكة وخايفة؟ خليني نسولف. طيب يسر أنتم عندكم أحد بالعائلة همينة طبيب أو طبيبة بحيث إنه من خلاله حبيتي هذا المجال لو أنت هيك من عندك؟ يعني إحنا القرايب كلهم أطباء. إي. حلو. فيعني عندهم أسنان لو لا؟
ما ادري بس يعني اكثريتهم اطباء. انا يعني مو قصدي عندهم اسنان، يعني قصدي عندكم بالعائله اطباء اسنان مو تفهمونها. اي اي عندكم بالعائله يعني؟ اي اطباء هو الكل. يلا حلو ان شاء الله يا رب. تعرفين هذا المعدل ودراسه وهاي قد ايه انت؟ طبعا يعني مستعده؟ اي بس انت رحتي للثالث لو؟ رحت للثالث. رحتي للثالث يلا ان شاء الله خير. طيب خلينا نشوف اسألش سؤال وإن شاء الله إذا جاوبتي اسمك تدخل القرعة. تمام متفقين؟ تمام. خلنا نطيح الزور اليسر. ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟ شيء شمرة ترميه كل ما احتاجيته شنو؟ تسلي حتى قوبي هو شيء أكل يعني يجيب لك الأكل اوكي ايه. شنو هو شمري بحيث يجيب لي شيء راح تحتاجيه انت انه تاكلي شنو هو سهل شلون شلون جاي مين جايبيها شمري بالبحر حصواي حصواي يجيب لك الاكل لا هو حصواي شمري بالبحر يجيب لك اكل شغله شمريها تجيب لك اكل تاكلي شنو بالبحر شنو ها سناره اي سناره اي عشت ايدك. هسه قبل ما نختم اللقاء وسيش اذا ربحتي 10 مليون شو تسوين بيه؟ سولفي لي من غير هذا شغف الطب والدراسه ممكن تغنين تلقين شعر شيء؟ ايه ما ليش وهس بالمواضيع هاي نايمه ليش بعيده؟ اني هاو الانجليزيه واعرف بالغناء بس بس شيء بس شنو؟ اي سولفي اي نايمه شنو الشعر هذا الحلو؟ أغنية إنجليزية. يلا غني لي. والله ما أدري شلون. شنو تبلش؟ عفوا الكاميرا يمي وياي. لا تبكين يلا. إيه خلي ذكر إيش جاني. ما متذكرية؟ لا حافظها. يلا. شلون؟ يلا هي الحياة واحدة. يلا. عادي. خلي غني. يلا خلي غني. بيدي بيدي. يلا. بس دير بالك. يلا. 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 I was hanging with you and then I realized it is take it true. I was surprised when I found and I calling for you. I didn't want to believe my feelings for you. I didn't want to believe that I could lose you. If I told you just how I felt. شوفوا صح. ارقيت ارقيت لبنيه لين غنت. تاي نايمي. شنو؟ بس تاي نايمي على الكاميرا عاشت ايدك. هذا الكارت ان شاء الله اسمك تدخل قرعة على 10 مليون، اذا ربحتي 10 مليون شو تسوين بيها؟ اسافر. سافرين؟ إيه؟ وين تسافرين؟ لامريكا، اروح اعيش حياتي للابد. يلا، تعوفين الاهل عادي؟ اي صدق مجبرين منهم؟ خيولون. شكرا لك نورتيني. العفو. باي باي. طبعا اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين كذلك ببرنامجنا وفقراتنا من داخل السينما العراقيه، لكن نروح الفاصل قصير وراجعين. أكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين برنامجنا وفقراتنا وأسئلتنا الحلوة من برنامج أربح مع زاك روست على السوق. نتعرف على شبابنا. مرحبا. أهلا. شلونك؟ الحمد لله. شو عصبي؟ أهلا. طلاب سادس. الله يساعد. وإن شاء الله طلاب سادس طلع ضجتك فيه. مو تهمي جاتينا بنص محاضرتنا. أنتوا هسه بس سمعتكم محاضرة؟ إيه عفناها وجيناش. بس شو أصدقك شو أسوي؟ أنت بكيفك اشترهم. طيب شنو اسمك؟ فهد. فهد، إيش قد مواليدك؟ 2007. يعني ايش قد عمرك هسه؟ 17. زين شنو طموحك؟ شو تريد تصير مستقبل؟ طبيب تجميل. طبيب تجميل، غير تكمل دراسة العادية يلا لو هيش تريد. هيش. هيش. حلو. عايفة على الله. طيب مرحبا. أهلين. تعال نايمي، شنو اسمك؟ علي. تعال نايمي علي. جيد. عمود الكاميرا. يلا. طيب علي ايش قد مواليدك؟ أنا من 2007. أنا من 2007؟ زين ليش تسوي؟ أنا بدي تقول لي مو 2007. يعني وقف راسي؟ يلا يلا. 2007. 2007. طيب انت شنو طالب سادس؟ كم طالب سادس؟ وش بيك؟ كمينة؟ ايه نفس المعنويات نفس ايه نفس الشيء. يعني دور ثالث. دور ثالث. اه حلو. هاي ذاك دور ثالث. وانت ايش طالب؟ اول سنة. ها انت بعدك حتى ما داوم سادس؟ ايه بعدني يتيم انا. بعدك ما داوم من هسه تقول يا الله يجوز. لا صار 5 اشهر حيصير 4 اشهر. ايه لا شلون؟ اه حلو. هنا عندنا اكثر واحد كاره الدنيا بينا.
مبين عليه شو احس اكثر واحد يضحك انا متونس انا الحمد لله الكاميرا الكاميرا شنو اسمك انا حسن حسن لما 2007 لا والله 6 انا طب اسنان مرحله اولى جامعه البيان صدق اي والله شو شو ما اقتنعت صراحه ما مقتنع والله دكتور اسد نحكي الصدق اي والله مرحله اولى طب اسنان ايش عندك وياهم جماعتي جعلهم على الطريق اي لا خليهم على الطريق صحيح تعلموا من عندنا عاد؟ انا جريتهم للدرب الحمد لله. أيه؟ بس هذا شي جرى هذا؟ هذا كرين. حجريه شلون؟ لا يعني قصدي علموا يشجعكم على الدراسه. هو ما لك الا قدامهم. انت حتى بكريم من داهم؟ والله انتم ميؤوس من عندكم. لا والله. ايه احنا نقرا بس ما نخلق. شنو؟ يعني احنا نقرا. بس هو غثيت يعني غثيت يعني ينحب يعني هو يصوش بالكتاب مو بيه مو صافة الكتاب بس ايه. هي هاي المرحلة اصلا تعتبر ضغط مرحلة انتقالية مرحلة بحياتك انه ايش راح يصير بالمستقبل فاحنا نضج من هاي السالفة ما ضغط بس انا ارجع واقول لك هي فترة معينة وبعد تخلص هاي ما تنعاد اصلا بس اخاف اقول لها تقوم تشتاقلها يقول لي تصدق ترجي ما اعرفكم هسه عليك الله ما رجعت اشتاقيت السادس احلى مرحلة يا فهودي والله العظيم بس قد راح تضوج منه بعدين راح ترجع تشتغل. زين سولف لي دراسة طب الأسنان شلونها؟ والله هي حسب يعني المتميزين سهلة عليهم لأن مناهجهم هي من الأصل إنجليزي. بس احنا أهل العربي صعبة علينا لأن احنا عربي ما قمنا نقرأ إنجليزي شوية تلخبطت. إيه. بس من الحالة الثانية تحلى إن شاء الله. أحس لا يم من الأسنان ولا هاي مو. هاي؟ بأسنانك يخاف من هسه. زين مسوي ابتسامة لولا؟ والله ايش تحسوني؟ لا ما مسوي. لا عاد والله لا طب أسنان ولا يم الدراسة لا هيك العاد. ماكو بسولف لي كم درس طالع على السيركل شنو طب الاسنان لا بالسادس لا والله والله ما عدلت 98 شكون عليك لا هم يحبوني با انت بما انه سالفت سالفتكم ميؤوس من عندها خطيب فهد ايش بيك فهد زين وكان هم ماكو السادس عندهم هيك صديقهم الصدوق حيصير فخلي نلعبهم ونغير لكم مود تمام يلا حلو اريد ثلاثتكم تلعبون شناو واشوف منو اكثر واحد يلعب ويدخل اسمه للقرعه يلا ثلاثتكم ايش نروح بس شنو يعني اريد 10 وفوق ام احنا ندق شناو بس مو على الفالي بلاش اكو شيء هو اكثر واحد يبقى ايه. اخير واحد ايه. هو اسمه يدخل للقرعه حتى بدون سؤال شنو القرعه على 10 مليون ما انسى ما انت احنا ندري بحظنا احنا سادس ما قول يا الله يجوز الله يلا يا الله يلا يلا اريد اشوف منو اكثر واحد يطول متفقين هسه سويه متفقين سويه مو ايه سويه يلا سويه مو واحد اثنين ثلاثه يلا كانت يلا يلا لا والله عفوا لا ابطال لا نلعب احنا نلعب عافيه اي وتي ماكو لا لا بالعكس خوف انا غرقت يعني انت تخربطت اخي هاي جرب ذبحه لا والله عافيه حتى تستاهلون يلا هذا الكارت اسمك دخل للقرعه حتى بدون سؤال متفقين بس دس موقف اصبر مو على قولته على حطيت شيء الاعلان ها حلو هسه ما قام يفضحك شويه شويه هاي اسمكم دخل القرعة على 10 مليون إن شاء الله تروحون بيها إذا ربحت ال 10 مليون فيها شو تسوي بيها؟ أول شيء الطببة كلية مال أسنان أنت الطببة ليه؟ طبب نفسك ابن أمي يلا حلو هاي ثاني شغلة والله تردين الصدق؟ إيه نصرف على الملابس بس والله يعني ممكن تستغلها بمشروع بشيء معين سافر بيها سبحان سفر كافي يا عيني إي والله شو تسوي؟ الكتاب لا اكثر المرة بالسفرة تاخذ الكتاب وياك لا فبالطيارة اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوي بيه؟ شو اسوي؟ اعطيها للمحتاجين للمحتاجين؟ اي للمحتاجين منهم مثلا؟ شو نشر على اصدقائك برا الكواليس اي 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 واحد اي واحد اي واحد محتاج اعطيها بالمنطقة مالتنا برا وين؟ لا يهمي وانا ال 10 ملايين اوديهم ابوي للعمره ان شاء الله يا رب الله يحفظهم لك اشكرك عيني هاي؟ هاي ايش قد ليش العمره بربوي؟ لك ما تعرف شيء؟ والله اهلي اولى الله يحفظهم عليك راحوا للعمره تباين علي راحوا تباين علي راحوا تعلم من هذا ايه هسه قبل ما نختم اللقاء اريد واحد من عندكم عنده موهبه يغني يلقى شعر لا والله مو يمي انا قالوا لي انت يمي لا والله مو يمي شو كل شيء دب براسي لا والله ما اعرف كل شيء دب براسي دبلها براسي انا شو من اجيب لكم طابه
اي يعني كموهبه انا لا شعر ولد لاعب نادي وانا لاعب منتخب عراق بس شباب باقي سنه اصعد 23 بس انا اريد مقطع بيت شعري مقطع اغنيه ابد جاية تكتر يلا انا ما مقطع تمثيل لا انا فهد انا فهد امير مو فهد نوري ما يخالف شو تريدين بيت شعر ما تسمع شعر لا وين ابد ماكو وحده تستاهل من هذا اللي شعر با هذا سؤال مندس هاي ورا الكاميرا راح تصير مشاكل اليوم ماكو ماكو بس ماكو طبعا ايش اسمه ماكو احد وحدي لا هذا سؤال يسوي مشاكل وحدي لا قول 2000 ها قول 2000 الف 2000 الف حتى باليوم 24 ساعه لو كل وحده تشتريها ساعه من والله هاي نطب بحساب نقسم شويه شفتها بس هدي لي ها مناشر كل شيء ماكو بس طابة وضعتهم والله ذبوها براسي قالوا والله طابة بس هذا شو يعني رشة لا يلا والله حب تسليم مجالنا لا زين غير شيء حطيكم جملة وقولوا لي خمس مرات على السريع اللي يقولها صح خلاص وهذا يعني شنو الرابع فوز المعبوزة عافية خلاص يثبت انه هو بشي فوز يلا خلينا نقول شوف شنو الجملة يلا اختار لكم شيء سهل فهد ليش بيه الجملة يلا بلش ما يخاف ولا يهمك ويا حسن يلا الجملة تقول لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام قليها خمس مرات سريع عيديها مرتله هو نساها لحم اي الحمام حلال زين ولحم الحمار حرام قليها خمس مرات سريع لحم الحمام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحلال حرام لحم ليش تشرح لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام انت تخرب تعال لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحلال لا 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 شو يلا والله ايدي لحم ايه الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحمام حلال ولحم الحرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام اي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام أي. لحم الحمام حلال ولحم الحرام حرام حرام مرتين خلص علينا بس حرام فهد نوري يلا فهد تفضل لحم افرند ذكرها لحم الحمام حرام لحم الحمار لا إيه؟ لحم الحمام حلال لا ايش قلت لا قلت حرام تلفوا علي لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام 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 مو كافي بعد مرة بعد مرة على السريع إيه لحم الحمام حلال لحم الحمار حرام عافية صدقولي صدقولي لا صدق طلع فهد من صدق قدها عشتيتكم نورتوني أنت نورتي شكرا لك وإن شاء الله يا رب تنجح من هذا السادس وتخلص أهلك كثريني 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 عم يدعو له وراء الكواليس شكرا لك نورتني لا دلل. ان شاء الله هم تنجح من السادس ان شاء الله وان شاء الله هم تنجح من السادس ان شاء الله لا والله طب اسنان ان شاء الله المرحله الثانيه يلا ان شاء الله شكرا سووا باي باي الكاميرا عافيه طبعا اكيد مشاهدينا بعدنا مستمرين برنامجنا وفقراتنا مع شبابنا لكن نروح الفاصل قصير وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل وبعدنا مستمرين مع عوائلنا من داخل السينما العراقية وندردش فيهم ونشوف إن شاء الله يجاوبون على أسئلتنا حتى اسمهم يدخل للقرعة على 10 مليون مقدمة من قناة زاكروس يا هلا يا هلا والجماعة واقفين هناك راح يظلون ما لك علاقة فيهم لا تقول لي شنو اسمك عبد الله ايش قد مواليدك؟ أنا 97 عمرك كله يا رب يعني تقريبا 27 سنة 27 سنة اوكي تمام حلو جاية 97 27 اي عبد الله طالب خريج شنو؟ طالب مرحلة ثالثة زميلي هندسة هندسة حاسبات شلونك وين هندسة؟ يعني شلون طموحك هذا في البنك لو على المعدل؟ لا والله على المعدل شي جي أهلي حلو طيب تعالي ناني شنو اسمك؟ فهد فهد ايش قلت مواليدك؟ 23 صدق؟ اي والله شنو؟ لا لا والله تشاقه اي والله شنو؟ يعني ايش قد عمرك هسه؟ يعني 22 معقوله؟ اي والله هسه انتم مبينين نفس العمر اصلا ايوه ولا مبين انت ايش قد عمرك؟ خمس سنوات يا
اكبر من عندي. هذا العمر مو يعني مو مقياس، بس هو الالفينات يعني ما مدوخيني صافريني. ليش تهيك؟ ليش هيك؟ والله استوى بعد شو صار هذا تكبرون وين ما اخذك وين ما طيب انت همين هندسه؟ نفس الشيء نفس ال همين نفس القسمين. همين ايش على المعدل؟ شنو المعدل؟ يعني لو طموحك انت هذا القسم. لا طموح من البدايه كنا ندخل هندسه. ايش كان معدلك بالسادس؟ 70. زين وانت؟ ولا شطار طلع وعافيه رغم اهلي بس لا شطار. طيب قبل لا نبلش بالاسئله، ما عندك موهبه تغني تلقي شعر؟ طبعا حتى لو عندي ما اطلعها قدام جماعات. يعني انت مشكله جماعتك مو مشكله الكاميرا. تريد فهد يغني هسه؟ لا فهد شعر وين هو؟ هو 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 بالاشعار. طاوع. هو والله هو بالاشعار. هو مو جري يصير التجري. والله هو بالاشعار. والله هو والله هاني. لا صدق يلا بيت شعري بسيط. والله ما ماكو وحده تستاهل. انت تدين ضوجين المشاهدين وتخليهم يستمتعون. لا انا اريد اريدهم يصدمون. والله ما عندنا شيء والله. زين وحده عزيزه حبيبه شيء ما تلقي لها شعر، ماكو وحده تستاهل؟ تورطنا ويا العالم. اكو لو ماكو؟ اكو. اذا نلقي لها شعر. والله ما قام بالقوي يا خطي. يلا عفا يلا ما لازم يا ما يجيك اصعب. ناخذ صوره عمي صوته يخبط انه بلا فويس. والله العظيم. حلو والله. انت من معجبي يعني؟ نعم هي اصلا متابعه سناب وانستغرام. يا حلو يلا اطلب من عنده اغنيه. غني لنا استاذ فهد. يلا استاذ فهد طلعت مشهور بذا فويس. والله كذاب انا. شنو ما عندي معرفة بيه حتى هو ما يعرف لا اسمي لا شيء. شو اسمه شو اسمه؟ يلا تحسوني طلعنا الهوية خلينا نتأكد. ما أول مش عارف هوية أصلاً. لا والله غني أستاذ فهد ما بيش. زين أستاذ فهد. والله إيه غني محمود تركي غير. مال حلم شفي خط. تعال تفضل لنا. بقى نغني هاني وياك. يلا. لا والله أستاذ فهد تعال. يلا حلو شفي. يلا انا ما لي علاقه، انا اريد اساعدكم، احتمال الجاي اصعب من الغناء. احنا ما نخاف من الصعب. انتم من الغناء. سؤال، شلونك بالرياضه؟ يعني زين. ريالي برشلوني. ريالي. ريالي وانت؟ ريالي. ماني برشلوني. عود برشلونه بسرعه. السؤال يقول، خلينا نسال بالاول عبد الله. خل اختار له سؤال. انا ادري بحظي. لا تستحين قولي عادي. كم جناح لدى النحله؟ النحله عندها كم جناح؟ اي اكو اعرف. اي ايش قلت؟ اي 8. وين؟ لا 4؟ 8 نقصها 6. 2؟ اي قاعد شلون تقول 8؟ ايش انت كل شيء تدفها براسك؟ والله براسك. شو يعني؟ كل شيء تدفها براسك. بطلنا عمي طلعت مشهور. شنو هاي؟ طلع فهد مشهور حتى اكثر مني. ها على ذا فويس ما سوي لي تاج فهد. شنو؟ لا والله يشاطر. شي غني شي غني فهد. حسام الرسام اعترف بي. يلا يلا تعال اليوم ناويين على فهد. يلا سؤال فهد خلينا نشوف شنو يطلع له السؤال. خليني اسالك عن الرياضة، اوكي؟ وين الرياضة؟ لا لا سالك سالك. شنو كل المنتخب؟ تابع اللعبة مال المنتخب اكيد. منتخب العراقي. اي. مو تغشش وباوع. يلا. شنو؟ تقول مو انت السؤال؟ انا نايمي. يلا. هي شيري. ما ادري مركز بالسؤال اكثر من اي. السؤال؟ السؤال يقول من هو اللاعب العراقي الذي لقب بالصخرة؟ بالصخرة؟ ايه. احمد العامري. من هذا؟ هذا. مش عليه هذا. من هو اللاعب العراقي الملقب بالصخرة؟ احنا نقول احمد العامري. لا اسمع قصي. هسه انا منو داسل؟ جاوبه جاوبه. منو داسل؟ تعال نايم. اعطيك اختيارات. يلا يلا بس هسه اعطي اختيارات يلا. الراحل ناظم شاكر، لو عدنان درجال، لو سلام شاكر. عدنان درجال. فهد باوع. ليغششوا بعيني عليك. بس انا عقابي لك. هسه شنو؟ هسه تعتبر اجابه صحيحه؟ هذا هو. ها هي؟ هذا هو. غني لي عقابي لك لين انت مجاوب. لا والله شاكر. لو تغني لي.
لو نطيق جملة تقوليها خمس مرات على السريع. طيق جملة. يلا متفقين؟ عبالة سهلة. أنا. يلا أنت وعبد الله سوا على الفاهس. جملة جملة نطيق جملة وقوليها خمس مرات على السريع. جملة خمس مرات على السريع. سهلة لعبة لعبة. أحسن ما تقوم تسوي شناو بس لو شناو. هي جت بملعبي بس. بس. ما بيها مجال. والله انزل يلا مو هنا العويد بالشارع ابد اعطيكم جمله قوليها خمس مرات سريع تمام شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا اصلا ما فهمت ايش راح اقول ما اصلا تفهم ما فهمت اصلا تغني لو تقول هاي لا اقولها شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا عم ما اقدر حتى ما اقدر اقول عطيها خمس مرات وانا شرشفنا مع شريف شنو شرشفنا مع شريفة؟ شرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريفة وشرشف شريف زي شريفة؟ شرشفنا زي شرشفنا الأولى شنو؟ دانس الأولى شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا زي شرشفنا ايش بيك صعب مو صعب شرشفنا مع شريف شرشف شريف ما زي شرشف مع زي شرشف يلا فهد كافي عاد ترى ما يصير لا جاوبت لا هم هو خطي على الاقل جاوب ولو هم غششته بس يلا شرشفنا مع شريف زي شريف شرشف ما يلا يلا كافي خطيه تعبناهم هذا الكارت الحمد لله واخيرا اسمك دخل القرعه هذا الكارت اذا ربحت ال10 مليون شو اسوي بيها الكاميرا والله ما ادري صراحه يعني شنو اللي ببالك بس تعال نايمه يلا الكاميرا والله ما ببالي شيء الصراحه ابد بدون طموح مشروع سياره سفر شنو لا الحمد لله كل موجودات اه حلو الحمد لله يلا هاي زياده خير لعدنا هدي انت عبد الله انا ياخذون مني من ياخذون دائما فلوس فلوس اي شيء اي شيء الا الاهل اي واحد يشوفني يعني انا بسرعه انطيهم صدق والله ما يعني تعطيني قبل شكرا لك نورتوني شكرا هنا كل مشاهدينا بعدنا مستمرين ببرنامجنا وفقراتنا واسئلتنا من داخل السينما العراقيه مع عوائلنا وشوابنا لكن نروح الفاصل قصير راجع هذا اليوم يا رب ان شاء الله كنا خفيفين ضل عليكم واستمتعت انا بفقراتنا الحلوه اكيد نشكر السينما العراقيه باي باي.